بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بالمجموعة الثالثة من الستين سؤال من المالتيبل تشويسز. ستين سؤال ما قدرناش نطلعهم بفيديو واحد، طلعنا فيديوهات اثنين، وهذا الفيديو الثالث إن شاء الله بيخلصوا كلياتهم. طبعا البارت 1 2020 CMA يونت 6، الموضوع بروسيس كوستنج. طلعنا عليه الفيديو الأول 1 إلى 23 سؤال مالتيبل تشويسز، والفيديو الثاني 24 لحد 40 أسئلة، والآن حنبدأ بال 41 لحد 60، وحنبدأ بالسؤال الأول اللي هو رقم 41. طبعا عادة during December cruise chemical company had the following selected data concerning the manufacture of XYZ an industry cleaner، يعني منظف مادة كيماوية منظفة. طبعا متعودين احنا نشتغل على حرف الزد. هيو هنا بقول production flow، تدفق تبع الانتاج، completed and transferred to the next department. هيو completed and transferred to the next department. هيو 100 add ending work in process inventory 10. هيو ال ending work in process inventory 10. هيو 40% complete to conversion. هيو 40% conversion complete. مجموع 100 زائد 10 110. هيو 110. less beginning work in process. هي ال beginning work in process 20 حبة 20 units. 60% complete to conversion، معناته الدايركت ماتيريال تضاف at the beginning of the period of the operation. إذا هاي 20 حبة 60% complete to as to conversion. unit or unit started during December. هيها started، هاي السهم started during December. اوكي 190 زائد 20 يساوي to account for 110، وهون accounted for 110. ال in يساوي ال out. طيب وعندنا all material is added at the beginning of the processing in this department. هي الدايركت ماتيريال تضاف في بداية الفترة بهذا القسم الديبارتمنت الدائرة أو الإدارة أو whatever. And conversion costs are made are added uniformly during the process. هيا ما دام في نسبة معينة نسبة مئوية معناته أول بأول uniformly بالتساوي يعني حسب الوقت بمرور الوقت. The beginning work in process inventory had 120 of raw material. هاي ال beginning في عندها raw material 120 and 180 of conversion cost. هيا conversion cost 180، هذول بخصن البيجنينج. conversion cost incurred البيجنينج اللي جاي من ايش الفترة السابقة. material added during December was 540. هيها during الكرنت 540 خلال ديسمبر. and conversion cost 1484. هاي conversion 1484 were incurred. cruise uses the weighted average method or average process costing WA مش FIFO weighted average، يعني القديم والجديد. question 41 under the weighted average method cruise total raw material cost in the ending work in process inventory for December is. إذن هون بده قديش الماتيريال اللي في الending work in process اللي هي بالعشر حبات. هلأ بنرجع لهون بنقول الحل ال weighted average بدل المطلوب دايركت ماتيريال على الويتد افريج. اذا يونتس اوف بيجنينج ورك ان بروسيس اللي هي ال 20 تمام جاي ب 100% زمان، والان 0% لانه مكتمل من الفتره الماضيه لانه دايركت ماتيريال تضاف ات ذا بيجنينج. اذا هيها 20 في 100%. لو انا بدي ارتب بطريقتي بقول 100 زائد 0 عشان نعرف انه 0 من الكرنت وجاي 100 من الايه الفتره السابقه، بصير 20 حبة مكتملة. started and completed هيها 90. طبعا عندنا هون 20 البيجنينج والمجموع يساوي 100 المحول،
زائد 10 110، ال 110 بتطرح 10 بضل 100 محول ترانسفيرد اوت، ال 100 بتشيل منها ال 20 بضل عندنا ستارتد اند كومبليتد 80 من ال 90. اذا ال 90 انجز منها 80 تمام، وبعدين يا سيدي العزيز يبقى منها ال 90 10 الاندنج ورك ان بروسيس. اذا بنقول يونت ستارتد اند كومبليتد اللي هي 80 في 100%، هي 100% وتساوي 80. الاندنج ورك ان بروسيس ماخذ برضه بنفس اللحظه اللي بدوا الشغل حطوا الماتيريال ات ذا بيجنينج. اذا 100% 10 في 100% بيطلع 10 حبات مكتملين كلهم، معناته ال 110 مكتملين من الماتيريال اي يو بي ايكويفالنت يونت اوف برودكشن. توتال دايركت ماتيريال كوست فور ذا مانث اوف ديسمبر 120 زائد 520. ما احنا بنشتغل على الويتد، الويتد بناخذ الرو ماتيريال ال 120 تبعت البيجنينج والرو ماتيريال الكرنت خلال الفتره، بنضيف ال 120 زائد 540 هي تساوي 660. اذا شو بعمل؟ بقسم ال 660 على ال 110. سو دايركت ماتيريال كوست بير يونت فور ذا مانث اوف ديسمبر 660 على ال 110 بيطلع عندنا 6 دولار. شو هذه ال 6 دولار؟ بير يونت اوف دايركت ماتيريال. ثس ماتيريال كوست اوف اندنج انفنتوري، الاندنج انفنتوري عندي 10، 10 في 6 هي اللي طلعت هون في 6 يساوي 60، اذا الجواب عندنا 60. معناته قديش الدايركت ماتيريال تبعت الاندنج انفنتوري هيها تساوي 60 دولار. الجواب سي. اوكي؟ كل المعلومات هاي مرينا عليها. حدا كتب لي انه هذه يعني الماده شويه كونفيوجن اور كونفيوزنج، فقلت له انا باخذ وقت، لذلك طولت حتى اني طلعتها بالشكل المناسب. اخذت مني وقت ووقت مرير وطويل حتى اقدر اشرحها بالطريقه اللي بتناسب الشباب. اذا الجواب عندنا 60 الا وهي سي. لسؤال 41، لسؤال 41 الجواب 60. هي هي سي، هي سي. طبعا الكتاب حالل بطريقته، بس انا بصراحه برتاحش الا لطريقه حرف الزد تبعي اللي انا بشتغل عليه. سؤال 42، نفس السؤال، نفس السؤال 42، نفس المعلومات. بقول under the weighted average method total conversion cost assigned to unit transfer to the next department in December was. إذا هيها transfer to the next يعني ال 100 حبة قديش التكاليف تبعت الكونفيرجن. أوكي؟ هلا مش زي السؤال قبلي وطلب لك قديش الماتيريال تبعت الاندنج، لا. الان قديش الكونفيرجن تبعت اليونت كومبليتد اند ترانسفيرد، مش ستارتد اند كومبليتد، كومبليتد اند ترانسفيرد يعني ال 100، لانه ال 20 كومبليتد وال 80 كومبليتد، اذا 100. اذا قديش تكلفه ال 100 من الكونفيرجن؟ نرجع نقول ويتد افريج كونفيرجن كوست العنوان، يونتس اوف بيجنينج وركينج بروسيس، هي هالبيجنينج وركينج بروسيس. نشتغل ويتد، الويتد معناته نضرب في 60% زائد 40%، 60 جايات من الشهر الماضي و40 من الشهر الحالي، اذا في 100% بنقول 20 في 100% بيطلع كلهم مكتملين لانه ويتد افريج. نرجع نقول ستارتد اند كومبليتد 80، هاي ال 80 هاي دائما في 100%، يونت ستارتد اند كومبليتد 80 في 100% بيطلع 80. الاندنج للكونفيرجن ستارتد كومبليتد بس 40، اذا بضرب 40 في 10 هيها 10 في 40% بيطلع 4 حبات. اذا قديش عندي؟ 20 و80 100 104 اللي هي كومبليتد بالكونفيرجن كوست. لاحظ هون غلط، هاي كونفيرجن. لانه بنحسب على الكونفيرجن. معلش حتى اوكي، اذا 104. اذا توتال كونفيرجن كوست فور ذا مانث اوف ديسمبر، قديش الكونفيرجن ما دام ويتد؟ بناخذ البيجنينج هيها 180 زائد الكرنت
1484 هاي 180 زائد 1484 هاي total conversion cost for the month of December او حتى بديش اقول for the month of December for EUP EUP equivalent units of production بين قوسين conversion conversion اوكي قديش بطلع 180 زائد 1484 بطلع 1664 بقسم ال 1664 على 104 سو دايركت شفت هنا كونفيرجن غلط دايركت كونفيرجن كوست يعني انا بحس اني كاني بعطي درس مباشر كونفيرجن كوست per unit for the month of okay for EUP equivalent units production conversion مشان برضو مش غلط اني احسس كاني بعطي حصه مباشره شو بطلع 1664 على 104 هذا حسبناها بطلع قد ايه 16 قديش هو بيقول تكلفة المية إذا thus conversion cost of meat units transferred 100 في 16 بطلع 1600 إذا الجواب بي أوكي الجواب بي هذه بي لسؤال 42 سؤال 42 جوابه بي 1600 هيها بي كيف شرح ما بدي أنا ارجع للشرح تبعي وقاعدين مصلح قدامك لانه قلت لك في عمليه محاوله اعداد الجدول لابد من بعمل كابي وبيست وكذا لابد في امور ما لكن لما ببدا اشرح بيكون السيطره اكبر بكثير مما لما بكون انا بحاول يعني ارجع ترقيع هات من هنا وهنا مشان ما استهلكش وقت اذا هاي الامور الجواب 1600 لسؤال 42 1600 الجواب بي هاي أيوة. سؤال 43 نفس السؤال نفس المعلومات نفس الرسم اوكي هلا بقول first in first out استخدم الفايفو هاي حطيت لك اياها فوق وconversion equivalent units of production used to calculate conversion اذا قديش كم حبه to calculate conversion cost إذا بس بنحسب الحبات اليونتس هيها يونتس اوف بيجنينج هيها البيجنينج ال 20 بالفايفو بنحسب المكمل تبع ال 60 للمية يعني 40 20 في 40 هذا هي 20 في 40 يونتس اوف بيجنينج وركينج بروسيس بتاخذ 20 في 40 بالمية بصير عندنا كما تعادل ثمان حبات ال 20 اكتملت من هذه الفترة بالفايفو كأنها اكتملت بما يعادل ثمان حبات اي يو بي Unit started and completed قلنا الثمانين هيا مية بالمية هاي ثمانين والending عشرة في أربعين هيا عشرة في أربعين Units of ending your working process هاي أربعين ثمانية وثمانين وأربعة 92 إذا equivalent units of production for يا حبيبي شايفين for conversion السؤال على conversion conversion تساوي 92 هذا هي 92 يونتس اوكي ما بدها شطاره اتبع الطريقه تبعت حرف الزد اي دي اوكي اذا الجواب لل 43 الجواب دي هاي دي خلص السؤال هلا بيبدا سؤال جديد 44 A company that uses a process costing system inspects its goods at the 60% stage of completion.
إذا a company that uses process costing طبعا حرف الزد بمعنى إنه والله بحسبوا التكاليف بطريقة البروسيس يعني كل الإنتاج زي بعضه فيش جاب أوردر كوستينج كله منسجم مع بعضه كله سيميلر تو إيتش أذر وكله بنفس الوزن نفس الحجم بأخذ نفس التكاليف inspects its goods at the 60% stage of completion هذا هي inspection point 60% If the firm ending work in a process inventory is 80% complete, ending work 60 مكتمل معناته تجاوز مرحلة الفحص. How would the firm account for its normal and abnormal spoilage? كيف للشركة أن تحاسب النورمال والابنورمال؟ معروف إنه نورمال بتحمل على الإنتاج والابنورمال بتحمل على إيش؟ على على البيريود وتحت مسمى يعني loss from abnormal abnormal costing abnormal spoilage sorry اذا هلا كيف نتعامل مع النورمال والابنورمال both normal and abnormal cost would be added to the cost of the goods units completed during لا ما بصير نضاف لانه النورمال to be added الابنورمال لا ما بصير تحمله على الانتاج بصير زيادة في التكاليف والناس مش هتشتري منك لأنك هتحط سعر بناء على تكاليفك منافسيك هيكسبوا السوق على حساب تياستك أوكي؟ طيب Both normal and abnormal spoilage cost would be written off as an expense of the period النورمال والابنورمال كله expense على إيش؟ كله على البيريود طبعا معروف انه النورمال بتحمل على الانتاج والابنورمال على البيريود وبالتالي النورمال المفروض بقدر ما تم بيعه يحمل على الفتره خلينا نشوف سي نورمال سبويلج كوست وود بي ادد تو ذا كوست اوف يونتس كومبليتد ديورينج ذا بيريود يس ان كونتراست ابنورمال كوست بي ريتن اوف از ا لوس يس مزبوط اذا النورمال يضاف للتكاليف الانتاج العاديه ويحمل على المنتج إذا بيع يحمل على المبيعات وإذا بقي يحمل على الانفنتوري والابنورمال يحمل على اللص أنا رأي معناته سي أفضل من بي بي غلط دي نورمال سبويلج would be allocated between the cost of goods units completed during the period and the ending working process هذا كلام أفضل النورمال بتحمل على المبيعات بحصة المبيعات وعلى ما بقي بالانفنتوري بالاندينج انفنتوري بحصة ما بقي نعم هذا أكثر دقة من C In contrast abnormal spoilage cost would be written off as a loss Yes إذا المفروض D بصراحة بطلت عن C كنت بدي أروح على C بس D أكثر دقة C بتقول على الإنتاج نعم على الإنتاج بس D بتقول لا على الإنتاج بس المبيعات كمان بتتحمل على المبيعات وعلى الاندنج انفنتوري اذا المبيعات تاخذ حصتها والاندنج انفنتوري بياخذ حصته اذا الجواب دي تمام ليش لانه هذا الاندنج انفنتوري هي وبعد ان تجاوز ال 60% طلع معانا معناته منتجات تجاوزت الفحص وهذه منتجات تجاوزت الفحص اذا شو معناته يجب ان يحمل على الانتاج at the end of the period بقي حصته من النورمال سبويلج بنسبه تناسب طبعا انا جايب المثال هذا المثال هذا بس مشان يعني الارقام هاي مالكيش علاقه فيها بليز هاي مالكيش علاقه فيها بس جبت المثال مشان اعطيك الفكره هاي هاي الارقام مالهاش علاقه لانه هذا السؤال ما هوش تابع للسؤال السابق بس انا جبته تجاوزا اوكي ومشان بدك ترتبك ارتبك بس انا بركز على هاي وهاي تمام هاي 80 هيها وال 60 هي الانسبكشن. اذا ما تجاوز ال 60 معناته انسبكتد اذا موجود عندنا هون تحياتي انفنتوري ممتاز. واللي تحول تحول اذا بنحمل جزء من النورمال على اللي تحول بنسبته وعلى ما بقي بنسبته لانه تجاوز وبالتالي عرفنا قديش في نورمال والاب نورمال يحمل على الفتره اذا الجواب دي. abnormal would be written off as a loss from abnormal وتحت ال operating income جزء بس لحاله مسمى الجواب دي 44 هذه دي خ
45 45 كويسين ما جبتش الارقام بتاعتي هناك. when considering normal and abnormal spoilage which one of the following is theoretically the best accounting method for spoilage in process costing. نظريا افضل طريقه محاسبيه للتعامل مع النورمال سبويلج. سبويلج لا مش نورمال، فور سبويلج قد يكون نورمال قد يكون اب نورمال. طبعا انا جايب شغله من الماده المقرره بس هعرضها بعد شوي. Both normal and abnormal spoilage cost should be charged to separate expense account. النورمال والابنورمال حساب expense منفصل. لا. Normal spoilage cost should be charged to good units and abnormal spoilage cost should be charged to separate expense account. والله حلوة هاي. Normal should be شو بحكي هون على process costing. اذا هون بقول على good units. نعم الجود يونتس لحد هون بي انا مرافق عليها طبعا اي غلط. Both normal and abnormal spoilage cost should be charged to good units. لا غلط، الابنورمال مالوش علاقه بالجود يونتس. Normal spoilage cost should be charged to separate expense account and abnormal. يا حبيبي normal to separate expense account، لا الابنورمال to separate and is abnormal spoilage cost should be charged to good. غلط، اذا الجواب بي. Normal should be charged to good units. The good units إذا انباعت بتحمل على الـ revenue تبع الفترة، وإذا بقي جزء منها بتحمل على الـ inventory. ممتاز، هذا قريب من السؤال اللي قبليه. And abnormal spoilage. Abnormal should be charged to separate expense account. نعم separate بسموه loss from abnormal. بنحط مع الـ normal operating اكسبنس يعني الاوبريتنج في قائمه الدخل. اوكي طبعا انا جايب هاي مشان نميز البروسيس كوستنج واللي هي هذه اللي هي الجب اوردر كوستنج فيما لو. قلت يمكن اذا بيجي على بالي بتلك اللحظات اني اقسم. هاي عندنا سيلز اوردرز ريسيفت كذا بتحكي عن الجب اوردر كوستنج. احنا موضوعنا عن البروسيس كوستنج، لذلك انا حاطط لك حرف الزد مشان تميز بين الجب اوردر كوستنج اللي هي طلبيات وفيها مواصفات، لا هنا البروسيس كوستنج كله زي بعضه وبالتالي يحمل بطريقه انه على الجود انكم او قصدي الجود برودكت بتحمل بالنورمال والايش والاب نورمال بتتحمل على الانكم ستيتمنت على كبيريود بس. اوكي اذا يمكن هذه يمكن تحس انه ليش جبتها او ليش ما جبتها، ما عندي مشكله. المهم مشان تعرف ما الفرق بين ال البروسيس كوستنج. وطبعا هون في عندنا اكيد هون ببين انه افتر انسبكشن بوينت ببين انه الجود برودكت ولا ايش ولا الديفكت برودكت. طبعا هون بتحمل على مين؟ على could be charged to the separate expense. normal could be charged to the good units. النورمال الجود يونتس بعد ما الانسبكشن هذه لا في فترة معينة بالبروسيس كوستنج. لذلك بالجب اوردر كوستنج ما في تستنى حتى فترة معينة تفحص المنتج من بالبداية الشغل. إذا شفت المنتج مش كويس إذا صار ديفكت وخلاص ارميه برا. أوكي؟ طيب إذا زي اللي بصنع مثلا كتاب بالجب اوردر كوستنج، أول ما تشوف شغلة باظت شيلها، بينما هون المنتج كله زي بعضه بتقف بتوقف العامل بهون بلحظه من اللحظات ب 60 70 80% بتقول له يلا افحص لي، او يمكن في نهايه العمليه بتقول له افحص لي. لكن اذا في دايركت ماتيريال تضاف بتقول له يا عمي افحص لي قبل ما نتورط في دايركت ماتيريال اخرى. اذا علبه البيبسي خربانه القشره ولا الماده ولا كذا ليش تنكمل عليها ونحط لها الغطاء؟ لا ارميها. تمام؟ اذا او قبل ما نحط الخلطه اللي هي الدايركت ماتيريال. اذا الجواب عندنا بهكذا سؤال، الجواب عندنا بي. هذا جود برودكت. لاحظ لا تنسى الجود برودكت قد يكون سولد، بصير بتحمل على السولد بقدر على بصير على الانكم ستيتمنت بقدر المبيعات، وبظل بالانفنتوري وبلف بصير للسنه الجايه تكاليف، لكنه يظهر بالانفنتوري بالبالانس شيت في جانب الكرنت اسيتس اللي هي الانفنتوري.
تحت الكارنت اسيتس. اذا الجواب عندنا بي بصراحه، هذه بي تمام. طيب سؤال 46، a firm uses a process costing system and inspects its goods at the end of manufacturing. هنشوفوا at the end of manufacturing. The inspection as of June 30 revealed the following information for the month of June. فحصنا وبينت عندنا المعلومات التالية. Good units completed 16,000، هذا هي good units completed. Normal spoilage 300. Abnormal spoilage 100. حلو. Unit cost were material 3.5. And convergence 6. معروف. Convergence تشمل direct labor and manufacturing overhead. The number of units that the firm would transfer to its finished good inventory and the related cost of these units are. إذا بقول the number of units that the firm would transfer to its finished good inventory and the related cost of these units. إذا قديش عدد عدد الوحدات التي يجب تحويلها ل المرحلة التالية، إما ديبارتمنت أو الفينش جود المستودع، وكذلك ودي ترانسفير تو اتس فينش جود انفنتوري اند ذا ريليتد كوست، وقديش تكاليفهم. طيب المعلومات قدامنا، الفحص هنا بعد العملية ما تتم. هلا بقول لك الكوست اوف جود اوف سيلبل جود 16 كومبليتد وطلعت ناجحة، لانه ثلاثة ابنورمال النورمال و100 ابنورمال. اذا 16 صافيين سيلبل جود ترانسفير تو فينش جود انفنتوري للمخزن. اذا 16 بدك تضرب في 3.5 زائد 6، هاي 3.5 زائد 6 جيفن بالسؤال، هاي الماتيريال وهي الكونفرجن، شو تساوي؟ 16,000 في 9.5، هاي 3.5 و6 9.5 بيطلع 152,000 تكاليف. طيب كمان cost of normal spoilage is borne by the good. borne يعني تم تحميله على الجود يونت. ال 300 هاي مرت علينا من حمله على الانتاج الجيد، تكلفه الانتاج الجيد كمان 300. 300 في 9.5 بطلوا 2850، اذا مجموعهم 154,850 تكلفه الانتاج الذي سيتم تحميله او تحويله. Thus the related cost of good product transferred product transferred 16,300 حبة، وعارفين هاي منها النورمال بتحمل على الانتاج العادي. اذا في هالرقم زائد هالرقم 3.5 زائد 6 او هيها اجت من هون بيطلع 154,850. يا بتجمع هيك عمودي يا بتضرب هذا افقي، نفس الجواب 154. اذا قديش تحول؟ 16,000 16,154,850 معناته الجواب بي. هاي 155 غلط، 16,300 لا 300 ما بتتحولش لانها ديفكت نورمال سبويلج ما بتتحول. اذا بتحول 16,000 زائد 154 تكاليفه، بتكاليف 154,850 16 الصافي الانتاج الكويس، هنا في تكاليفه زائد تكاليف الانتاج النورمال اللي بتحمل عليه 154,850. إذا الجواب عندنا ب لسؤال 46، هذه ب. سؤال 47، a first in first out FIFO process cost system is used to account for the cost of producing a chemical compound. يعني مواد كيماوية مخلوطة مع بعض وبيشتغلوا على الفايفو. As part of production جزء من الإنتاج material B is added when the goods are 80% complete. هاي الماتيريال ولما بيكون الجودز ار 80% complete، اكيد complete بالنسبه للconversion. beginning work in process inventory for the current month was 20,000، هاي البيجنينج 20,000. 90% complete اكيد conversion. during the month 70 units were started in a process، 70 هذا هي units started in the process. And 65 of these units were completed. هذا هي 65 were completed. شايفينها 65. إذا هاي البيجنينج
completed وال 65 completed من ال 70 قديش بضل منها 50 there were no lost or spoiled units ما في عندنا شيء خساره ولا spoiled if the ending inventory was 60% complete هيو 50% الاندنج انفنتوري 5000 طبعا معروف 70 اكتمل ب 65 منهم بضل 55 50 5000 65 زائد 5 بصير 70 20 زائد 65 تحول 85 The total equivalent units for material B for the month was الموضوع كله على الماتيريال B هي الماتيريال B هي شوف ماتيريال B هون for the month was طيب لاحظ الماتيريال هنا هنا كانت 90 معناته الماتيريال مضافة وبيشتغل على الفايف وإذا ال 20 ما خضنش من البيجنينج مظبوط ال 20 ما خضنش يعني صفر إذا إلا أخذوا 65 وهاي كمان الخمسة أخذت لأنها كانت 60 ومرت على 80 أنا دائما بحطها هاي لازم أجيبها لهون بس بشيل بصير شكل الزد مش كويس إذا هاي 60 مش واصلة معناته 80 إذا لم تأخذ ماتيريال إذا الوحيد اللي أخذ ماتيريال 65000 65000 إذا شو بقول هون؟ If the ending inventory was 60 معناته 60 معناته ما أخذش لسه ما مرش على الماتيريال B والماتيريال هذا كان ماخذ من الفترة السابقة البيجنينج إذا بالفترة الحالية ما أخذش هذا ما أخذش إذا اللي أخذ هذول هي 65000 بس 65000 ما حبيتش يعني أحط جداول وكذا لأنه العملية واضحة جدا 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 في عملية الحل إذا 65000 الجواب إيه إذا if the ending working process was 60% complete the total equivalent units for material for the month was the month يعني الحالي was معناته 65000 فقط هي التي اكتملت على حساب هذا الشهر من الماتيريال بي الجواب ايه 47 هذه ايه سؤال 48 A manufacturer uses weighted average process costing system and has the following cost and activity during October نفس القصة زد هيها material 40000 هيها 40000 materials conversion 32500 هيها beginning total beginning working process inventory 72500 مجموع الثنتين هذول طيب ماتيريال 700000 هيها الكرنت شايف بين حرفين الزد هذول هيها بالمنطقة هاي 700 متعود هيك اني دائما احل المسائل كونفيرجن 617500 بحطها هون اذا هذول كرنت وهذول بيجنينج نكمل طبعا بدك تجمع اجمع هذا الرقم بهمنيش توتال برودكشن كوست بالمليون و300 اللي هي 6713 هذول الثنتين يعتبر المليون 317500 برودكشن كومبليتد 60000 هيك 60000 كومبليتد ورك ان بروسيس 20000 هي 20000 ورك ان بروسيس تمام إذا ما دام completed 60 تمام زائد 20000 معناته الرقم هذا لازم يطلع 80000 أوكي وهذا الرقم لازم يطلع 80000 هاي 80000 خليني أكمل والله All materials are introduced at the start of manufacturing process. هذا هي direct material at the start of manufacturing process. Conversion cost is incurred uniformly throughout the production. إذا النسب المعطاة عندنا هيها نسب تناسب للconversion. Conversation with plant personnel reveal that. النقاش مع مدير الآليات أو الآلة. On average بالمتوسط month end in process inventory is 25% complete. أيوه.
25% complete. Assuming no spoilage, how should October manufacturing cost be assigned? ما في spoilage. قديش بدنا نحمل October manufacturing cost be assigned. كيف نحمل تكاليف الصناعية تبعت أكتوبر تتحمل على المنتج. أوكي. طيب. طبعا هون الأرقام عندي 20,000 هذه لازم تطلع هون عندي 20. أوكي. عندي هون 20 طبعا هون عندي 60 زائد 20 يساوي 80. خلينا نكمل. For direct material cost calculations, production completed 60,000. هاي 60,000 ضرب 100% يساوي 60,000 لأنه على الويتد أفرج ما في مجال. إذا هذا الكومبليتد 60,000 سواء beginning ولا started and completed. إذا قديش عندي هون 60,000 المفروض بصراحة هاي تكون 40,000. هاي 40,000 هاي ما أنا برات بجيب الزد من مكان ثاني من سؤال ثاني بتظل حامل الأخطاء تبعه. إذا 20 و40 60. طيب 60 و20 80. إذا هذه 60 هيا. إذا هذه لازم تكون 60 هيا. started 60 هيا. production completed 60 started 60 and completed 40 هيا. بعرف ايش بتفيدني ولا ما بتفيدني بس انا يعني حكمل حلي. هيها هيك الإشارة. اوكي خلينا نحط لها هيك بس هالإشارة مشان نحس انه اوكي. طيب اذا for direct material cost calculation production completed 60% هاي 60% اجت من 20% و40% لانه started and completed وهاي كمان weighted average قديم وحديث 100%. الويتد اكيد ات ذا بيجنينج معناته 100% زائد الصفر يعني بتظل 100% ال 20 و 40 هاي صاروا 60. اوكي اندنج وركينج بروسيس 20 لكن الدارك ماتيريال ات ذا بيجنينج معناته 100% بصير قديش عندي 20. اذا قديش المكتمل كليات الماتيريال لليونت ايكويفالنت يونتس اوف برودكشن بصير الجواب عندنا 80 هون هيا. إذا ال 80 هذا شو بنقسم؟ بنقسم اليونتس كالكوليشن فور ماتيريال اللي هي ال 40 تبعت البيجنينج هيها زائد الماتيريال تبعت الديورنج اللي خلال الشهر 40 زائد 700 هيها 40 زائد 700 هاي جايبها من الكتاب طبعا من حل الكتاب على 60 زائد 20 هذا هي 60 زائد 20 وتساوي 9.25 بير اي يو بي تمام؟ هذه 9.25 للماتيريال. للكونفيرجن كالكوليشنز برودكشن كومبليتد 60% هيا في 100% ليش؟ لانه ال 20 هذولا ويتد افريج قديم وحديث 100% 20 في 100% بيطلع عندنا 20 وهي ال 40 في 100% ستارتد اند كومبليتد برضه بيطلع عندنا 100% يعني 20 و 40 كلهم 100% هي اللي بصيرن عندنا 60,000. الاندنج بنضربه بنسبته 25% اندنج وركينج بروسيس للكونفيرجن بصير عندنا 25 في 25% بيطلع عندي 5,000. 5,000 زائد 60 بيطلع الجواب 65. شو بنعمل؟ هاي يونت كوست كالكوليشن فور كونفيرجن بجيب التكاليف تبعت البيجنينج 32,500 معطيه بالسؤال هيها 32,500 زائد 617,500 كونفيرجن كوست ديورينج ذا بيريود 617,500 بقسمهم على 60 زائد 5 هيا 60 زائد 5000 اللي جاي من هون هيا هيا 60 زائد 5000 شو بيطلع الجواب 10 اقسم هذا الرقم على هذا الرقم بيطلع 10 بيريود. اذا كم التكلفه الكوست فور دايركت ماتيريال اوف كومبليتد برودكشن كم الكومبليتد 60,000 في 9.25 هيها حسبناها قبل شوي بيطلع 555,000
الكوست of direct material of ending work in process هذا completed. ال ending work in process اللي هي هاي 20,000 في 9.25 نفس السعر 9.25 لأنها مكتملة بيطلع 185,000. هذه للدارك ماتيريال تمام. طيب للكونفيرجن كوست كونفيرجن كوست اوف كومبليتد برودكشن 60,000 في 10 هيا في 10 هيا بيطلع 600,000. كونفيرجن كوست اوف اندينج وركينج بروسيس 5,000 لانه ال 20,000 في 25% بيطلع 5,000 في 10 اللي طلعت قبل شوي بيطلع 50,000. اوكي اذا السؤال بقول البرودكشن كومبليتد تبع ال 60,000 هيو بدك تجمع الماتيريال 555 والكونفيرجن 600 555 زائد 600 بيطلع 1,155,000 هيها 1,155,000 والورك ان بروسيس اللي هو الاندنج انفنتوري هي الماتيريال بيطلع 235 زائد 50 بيطلع 285 سوري 185 للماتيريال 185 زائد للكونفيرجن للاندنج كونفيرجن 50 اجمع ال 150 زائد ال 185 بيطلع 235. اذا ندور على 1,155,000 للبرودكشن كومبليتد و 235,000 للاندنج انفنتوري اللي هو مجموع الثنتين الماتيريال والكونفيرجن هيا 235 و 1,155,000 معناته الجواب سي. اوكي الجواب بيطلع سي هذه سي. اوكي هاي طريقة الكتاب عاد ما بدنا اياها لانه احنا ما قصرنا في عملية الحل. 48 السؤال رقم 48 الجواب سي. سؤال 49 A company uses weighted average method هيها WA حطها دائما على جنب وانت بدك تحل. نزل معلوماتك على حرف الزد. Process costing system all material are introduced at the start of manufacturing هي all material at the start and conversion cost is incurred evenly throughout the production conversion بنسبة تناسب evenly. The company started 70,000 units during May هي 70,000 units and had the following work and process inventory at the beginning and end of the month هيا May 1 يعني بداية الشهر 30,000 حبة نسبة 40% complete to conversion والending 24,000 حبة وينها هيها 24,000 حبة 25% complete. من هالأرقام هاي ما دام هذا 30 و70 معناته 100 هو لازم يطلع 100. 24 معناته 176 76 معناته اجت من 30 و 46 جات من هاي ال 70 هاي اجت 46 started and completed بظل قديش 24 اجمع ال 24 وال 46 بيطلع الرقم هذا 70 46 زائد 24 اللي هو started and completed و remain at the end of the period 24 و 46 بيطلع عندنا 70 مزبوط. اذا كل الامور تمام assuming no spoilage or defective units ماشي الحال. The total equivalent units used to assign cost for May are للماتيريال والconversion. طبعا انا حاطط الحل هنا in between هالاسطر اللي قدامنا. بالنسبة للtotal equivalent units for direct material ال 30,000 في 100 زائد 0 هاي 30,000 في 100% ال 100 تعني 100 زائد 0 يعني قديم 100 وهلا صفر خلال الفترة 130 في 100 زائد ال 46 هاي في 100 46 started and completed هاي في 100% زائد ال 24 from the beginning started يعني ب 100 برضه 24 في 100 بيطلع 100,000 حبة EUP من الماتيريال. طيب
30% 30,000 46% 46,000 24,000% بيطلع 24,000 بيطلع الجواب 100. Total equivalent units for conversion. Total equivalent units for conversion. شو بيطلع الجواب هون للconversion؟ شو بترجع تقول؟ لاحظ بشتغل على الweighted average. إذن 30 في 40 زائد 60 يعني 100. و46 تحصيل حاصل. Started and completed. ماخذات من الصفر كله كمل. 46% 46,000% زائد 24 لا في 25% مكتمل بس 24,000 في 25% تساوي هذه 30,000 وهي 46,000 وهي 24 في ربع 25% يعني ربع 6,000 مجموع 32,000 مكتمل من الكونفيرجن. اوكي اذا الجواب الدايركت ماتيريال بدك تروح على 100 وهون 82 إذا الجواب دي. سؤال 49 هذه دي. سؤال 50 A corporation uses first in first out برضو 5 وهي حاطة هون process costing system and has the following unit information for the month of August. شهر أغسطس beginning work in process هيو 100% complete for material هاي هاي material 100% تمام. عندنا هون 75% complete for conversion هاي 75% complete for conversion اذا قديش العدد 10,000 هاي 10,000 اذا معطي باليونتس 10,000 مكتمل 100% ماتيريال ومكتمل كونفرجن 75 يونتس كومبليتد اند ترانسفيرد هي الكومبليتد اند ترانسفيرد 90,000 اندينج ورك ان بروسيس 8 هي 8 100% ماتيريال و 60% كونفرجن هي كونفرجن 60% ذا نمبر اوف ايكويفالنت يونتس اوف برودكشن فور كونفرجن كوست فور ذا مانث اوف اوغست از قديش الإكويفالنت EUP للconversion cost for the month is طبعا أنا جايب هون حل الكتاب للconversion شو بدك تعمل بتقول عندي الميت العشرة هذول وبشتغل فايفو معناته بدي أضرب 25% ما تبقى 75 برا 100 ناقص 75 بطلع 25 إذن هي 10 في 25% 2500 مكتمل يعادل started and completed هاي اللي started منين بتيجي لاحظ 10,000 تمام وهون عندي ال completed 90,000 معناته 90,000 هذه بروح منها 10 بيظل عندنا started and completed 80,000 اجباري ارقام متممة لبعضها طيب هلا عندي 90,000 وعندي at the end of the period 8 معناته 98 مطابقة هذا accounted for وهذا to account for 98 لازم يطلع قد بعض طيب لما بتكون هاي 98 وهاي 10 معناته هاي 88 إذا started and started 88 completed 80 و ending 8 كل الأرقام طلعت صح إذا شو معناته started and completed هيها 80 هيها 88 started and completed 80 هيها 80% لأنه ما فيه من الصفر وكملت 80,000 طيب بعدين باجي هون إندينج 8,000 في 60% هاي 60% شو بطلع 4,800 أنا بشتغل على الكونفيرجن تمام على الكونفيرجن إذا أخذت الأولى 25 اللي هي ما بعد ال 75 حتى تصير 100 وهذه كاملة 100% وهذه 60% هيها 8 في 6 ب 4800 المجموع 87,300 حبة equivalent units of production إذا بقول the number of equivalent units of production for conversion cost for the month of August is
87 و300 ايه؟ هذه ايه؟ 51 A firm uses a weighted average process costing system. هذا هو حرف الزد. بس weighted average كله يعني. Material B is added at two different points in the production of a shrimp. Shrimp يعني الفطرية الفطر. إذا تضاف الماتيريال B في مرحلتين. 40% is added when the units are 20% complete. 40% تضاف لما بيكون الإنتاج 20% complete بالconversion. And the remaining 60% باقي الفطريات بنضاف للعلبة لما بصير نسبة الإنتاج 80% 60% of material B is added when the units are 80% complete. At the end of the quarter there are 22,000 shrimps in a process. في نهاية الكوارتر 22,000 حبة تحت التشغيل all of which are 50% هذي رصيد آخر المدة 22 all of which are 50% complete كلهم 50% complete convergent which respect to with respect to material B the end shrimp ending shrimp in a process represent how many equivalent units للmaterial B هذا قديش بده يكون في equivalent units لاحظ هذا نسبته 50 يعني هون الخمسين جاي بين الأربعين وبين بلحظة بين العشرين وبين الثمانين يعني هون نضاف لها الأربعين بالمية بس ما نضافش 60% لها هيا شايفة بس أنا مشان الزيت تبعي يزبط لازم أحطها هون لكن مش غلط يعني بتفهموا علي هاي الخمسين إذا بتيجي هون بين العشرين والثمانين إذا العشرين أخذت الأربعين بالمية ماتيريال ما أخذتش 60% ماتيريال إذا عندي 22,000 في 40% فقط بطلع 8800 بس اذا مكتمله من الماتيريال تعادل 8800 حبه لسه حتكمل مشان تصير 22000 حتكمل مرحله اللي هي هذه ال 60% لما بتكون وصلت 80% اذا بعدين بتاخذ الكميه الاخرى اذا الان تعادل فقط كل هذه بصراحه رسائل المسائل هاي كلها جايه اصلا سي ام اي يوم الايام كان جاي سي ام اي وبالتالي بيجيبوا لك اياها بيحطوا لك اياها بالمنهج مشان انت تحل المسائل بسموها سي ام اي ادابتد يعني سم دي وان دي كانت مدرجه لغيركم من الطلاب تبعين الامتحانات اللي بيمتحنوا سي ام اي اذا 22000 في 40 لاحظ احنا وين هلا ال 20 30 40 50 60 70 80 يعني بالمنطقه هاي احنا هون هاي المنطقة هون 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 هاي 50 هون لسه ما لحظت تاخذ ال 60 اخذت ال 40 اذا بس بضرب ب 40 وانتهى 8800 الجواب بي ل 51 هذه بي اوكي سؤال 52 A company uses a process cost system in accounting for its single product منتج واحد حرف الزد Process cost system. The cost of units failing final inspection. تكاليف الوحدات التي تفشل في الامتحان النهائي اختبار النهائي للمنتج. Tear normal spoilage is added to the inventory cost and the good unit produced. نعم تضاف للinventory cost of the good. يعني بمعنى البضاعة التي انتجت واكتملت وكانت كويسة good تضاف لها spoiled spoilage normal spoilage أخذناها قبل شوي units spoiled during production are termed abnormal في عندنا إشي ثاني اسمه abnormal and their cost is immediately written off to cost of goods sold written off تحمل أو تشطب من الكوست اوف جود سولد. ريتن اوف اوف جود اوف جود سولد. يعني تشطب لأنه يجب ألا تحمل على تكلفة البضاعة المباعة. During the previous month the entire inventory of spoiled units both normal and abnormal was sold at a price lower than it had a cost to produce them. إذا
خلال الشهر الماضي كل المنتج the entire of spoiled units الكميات التي كانت spoiled سواء كانت normal ولا abnormal was sold at a price lower than it had cost to produce them يعني بيعت بتكاليف بسعر أقل من التكلفة الإنتاجية بتاعتهم. How would this sale affect the reported income of the company? كيف بهذا هذه المبيعات تؤثر على reported income of the company? Okay. إذن بقول increase the net income from the sale of the abnormal spoilage and increase the net income from the sale of the normal spoilage. إذن هذا حيزيد النت إنكم. هو بقول هيك إيه. From abnormal ولا normal. طيب. لأنه تحملت على التكاليف أو إلها تكاليف وتحملت عليها. يعني خلينا نشوف ب increase net income from the sale of abnormal spoilage and decrease net income from the sale of the normal spoilage. كيف يعني decrease net income from the sale? Decrease net income from the sale. لما بتبيع شغلة بسعر بدك تنقص الانكم ما بينفع اذا البي غلط decrease net income from the sale of abnormal يعني بتخفض النت انكم from the sale of abnormal and increase net income from the sale غلط شو يعني increase net income from the sale of normal spoilage و decrease net income و increase net income اوكي الثنين انباعوا فما بصير لازم يكونوا increase الثنتين يعني اثنين انباعوا بسعر يعني بنحطه يا سيدي بتحطه مش مع الريفينيو بس بالنهاية النت انكم حيزيد خلينا نسميها اذر ريفينيو او بتخفف بيهم التكاليف نفس الشيء يعتبر زيادة بالنت انكم decrease net income and decrease net income from the sale of يعني كيف بدك تعمل decrease من تبعت ما في غير ايه increase net income from the sale of abnormal spoilage and increase net income from the sale of normal spoilage مناسب لأنه معلش يعني أعيد عليها بعد ما طلعنا الإجابة a company uses a process cost system in accounting for its single product منتج واحد the cost of unit failing final inspection بعد ما في مرحلة معينة فحصنا طلعت تكاليف termed normal spoilage is added to the inventory التكاليف انضافت لتكلفة الانفنتوري لأنه good unit cost of good unit إذا كانت normal ماشي الحال معالجة كويسة تحمل التكلفة تبعت النورمال على ال good unit وضع طبيعي والابنورمال بتتحمل على net income على income على operating income loss from abnormal spoilage unit spoiled during production are termed abnormal spoilage إذا كان في عندنا الوحدات التي تلفت أثناء الإنتاج تسمى abnormal spoilage and their cost is immediately written off to cost of goods sold written off to cost of goods sold كانوا بحملوها على cost of goods sold لاحظ الabnormal أنا الabnormal لا بحملها على period المفروض ما تتحمل على لكن اوكي خلينا نمشي بالسؤال زي ما بده لانه مش سالنا انه هذا الكلام صح ولا غلط during the previous month الشهر الماضي the entire inventory of spoiled units both normal and abnormal المخزون التالف سواء كان normal ولا abnormal normal ضمن المقبول والabnormal غير مقبول بسبب ظروف غير عاديه was sold at a price lower than it had the cost to produce them انباع بتكلفه اقل مما انباع بسعر اقل من تكلفته يعني خسران بس انباع بس التكلفه تحملت هناك على التكاليف وتمين خفضت الانكم how would this sale affect the reported net income of the company اذا لازم increase net income from the sale of abnormal spoilage and increase net income from the sale of the normal spoilage لانه الثنتين تحملوا على الجود يونتس ولا الكوست اوف جود سولد نفس القصة تحملوا على الريفينيو وبالتالي خفضوا النت انكم لا هنا بتزيد النت انكم كتعويض اوكي اذا الجواب عندنا ايه لانه بي وسي ودي مش منطقيات بالمرة واحد انكريز واحد ديكريز
واحد ديكريز واحد انكريز والثاني ديكريز وديكريز ما ينفع. الجواب ايه 52. الجواب ايه هاي ايه. سؤال 53. The fabrication process includes three steps. ثلاث خطوات: cutting, bending and assembly. Fabrication لها علاقة بقضية تهيئة المعدن أو هيك شيء. إذا تقطيع وبندنج يعني ما أدري بسميها يعني تشكيل المعدن وبعدين التجميع. Cutting and bending processes are completed together. يعني الكاتنج والبندنج هذول مع هاي cutting and bending هذا department. And conversion are completed together and then units are sent to the assembly. هاي units are sent to the assembly. وهون الشغل عندنا شغلنا على السؤال assembly for completion. Direct materials are conversion costs are added proportionately. Direct materials and conversion costs are added proportionately. إذا الدايركت ماتيريال والكونفيرجن زي بعض يضافوا proportionately. يعني أول بأول ما في at the beginning الدايركت ماتيريال. Throughout the process. Units are 50 complete for both direct material and conversion when the units are transferred from the cutting and bending process to assembly. إذا اليونتس لما فاتن على الأسمبلي كان الماتيريال والكونفيرجن 60% كومبليت لل 240 حبة لما فاتن على الأسمبلي من الكاتنج اند بندنج. لاحظ ال 60 هاي أول مرة بتمر إنه 60 للثنتين الدايركت ماتيريال والكونفيرجن. The fabricator uses the FIFO first in first out. يعني بيتعامل مع هذه المعادن بيستخدم ال first in first out inventory method. The activity report for the assembly department for the current month is shown. هاي الاسمبلي وهي السهم الاخضر عليه. Beginning inventory 60% 240 حبه بس 60 هاي شو اسمها؟ material conversion. Transferred in from cutting bending department. هاي transferred in. شوفوا طلعت من هون اجت لهون. هاي اسمها in من اللي قبله. Transferred in. وهاي اسمها out من هنا للي بعده. اوكي؟ فهذه out هذه in. اذا هاي transferred in. 680 حبة. هذا هي. 680 حبة. احنا هون هاي الزيت تبع الاسمبلي. 680 جاي من وين؟ من اللي قبله من وين؟ من الكاتنج اند بندنج. Units completed and transferred out 800. Completed and transferred out 800. طبعا انا قلت هون 240 و 680 قد ايه بصير؟ 920. بدها تطلع 920 هون. تسعمية وعشرين في هنا completed and transferred 800 طبعا هون 240 معناته هون 560 إجباري. 560 هاي دائما بيسموها started and completed. إذا 560 تطرح من 680 بظل 120 اللي هي remaining or work in process at the end of the period اللي هي 75% complete. مش معطيها رقم ولكن تطلعها يعني 120. What is the assembly equivalent unit produced for the current month? مستخدم الفايفو معناته السؤال على current month. إذا نيجي لهون EUP completed during the current month of beginning inventory 240 هيها في 40% لأنه فايفو يعني كانت 60 هلا صارت 40. إذا شو هاي المعلومة؟ شغالة على الماتيريال والكونفيرجن. 96 ماتيريال كونفيرجن أخذت من هذه الفترة تعادل 96. يونت ستارتد اند كومبليتد 560 عارفين كيف حسبناها.
هي 800 بطرح منها 240 اللي هي البيجنينج اكتملت، بظل 560. اذا هاي ستارتد اند كومبليت 560 100%، 560 بدهاش حساب. الاندنج انفنتوري 120 في 75% بطلع 90. برضو ال 90 ماتيريال اند كونفرجن. طيب اذا قديش عندي؟ 96 زائد 560 زائد 90 بيطلع 746. اذا اليونتس ايكوفالنت يونتس برودوس فور ذا كرنت مانث، ما قالش ماتيريال وليبر، كله مع بعض لانه النسب نفسها تنطبق على الليبر على الكونفرجن والماتيريال. اذا 746 هكذا تشكيله بتثري معلومات الشباب انهم كيف يتعاملوا مع اي مساله. اذا الجواب عندنا بي، هذه بي. سؤال 53 هذه بي. طبعا الحل هنا قصه، كانك شاطر اقرا. طيب سؤال 54، A company began the month with 10,000 units in work in process. هذا 10,000 units in work in process. Inventory that were 60% complete. هاي 60% complete. During the month the company transferred 120 units to finish goods. هيا رودوها على المخازن. At the end of the month 20,000 units were work in process. هذا 20,000 units were in work in process. Inventory that were 20% complete. ما قالش conversion ولا material. Complete. If the FIFO method is used, the equivalent units production during the month equal. FIFO. نفس القصة زي السؤال القبلي. اتفقنا احنا هلا قلنا 120,000 و20,000 يطلع 140. ال 140 هذول لازم يطلع هون 140 to account for هون accounted for. عندي هون 10 beginning معناته هون 130، ال 130 started and completed، ال completed 110. لانه 10 هيها زائد 110 حتى تصير 120. اذا 110 من ال 130 ظل 20، ال 20 20% مكتملين. اذا اندر فايفو بيشتغل الان على الكرنت. Are based solely on work performed during the current period. ما باخذ الويتد افريج والقديم. اذا عندنا ال 10,000 تضربها ب 40%، هيها 100 ناقص 60 بيطلع 40 في 10 بيطلع 4,000. وستارتد اند كومبليتد اللي هي ال 110 في 100% بيطلع عندنا ستارتد اند كومبليتد 110. والاخيره هذه 20 في 20% 20,000 في 20% بيطلع 4,000. اذا نجمع 4 زائد 110 زائد 4,000 بيطلع 100، ما ادري كم، 118,000. 4 زائد 110 زائد 4,000 بيطلع 118. اذا هذه هي الكميه. The equivalent units of production during the month 118,000. الجواب دي. هنا مش سائل لا ماتيريال ولا ليبر كونفرجن، مشان يعني برضو هاي تشكيل جديد من الاسئله ممتازه، يعني كله بيعطيك رسائل وادد فاليو. الجواب عندنا دي لل 54. هذه دي. سؤال 55، during the month of February a company purchased 260 pounds of raw material for $5 per pound. $5 per pound and used 250 of these pounds in production. اشتروا 260 بس ما استخدموش غير 250، وكل 250 باوند كل حب وحده سعرها $5. طيب الان بنكمل معلومات، بنكمل. This raw material is applied to at the beginning of the process. هذه طبقت في بداية الفترة. طيب at the beginning of the process on February 1st. طبعا طلع هون في FIFO. The company had 10,000 units in work in process inventory that were 10% complete and valued at 25 for material. هاي 10,000 at the beginning 10% complete قيمتها 25,000 direct material. هاي معطيه بالسؤال. At the end of the month there were 40,000. هاي 40,000 work in process units in work in process inventory that were 40% complete
assuming FIFO is used, هاي الفايفو. If the company transferred out 500,000, هاي 500,000 units to finish good during February, the direct material cost per unit that should be used to value ending work in process inventory is حتى نقيم ال ending work in process. طيب الآن بالنسبة للدايركت ماتيريال السؤال هيو عندي 10,000 beginning. لاحظ هون direct material to be applied at the beginning of وينها؟ at the beginning of the process. إذا الدايركت ماتيريال أخذت بالفايفو الآن صفر لأنه جاية الماتيريال من الفترة الماضية صفر. واتفقنا هون إنه عندي أنا started 530,000 given بالسؤال. وين هال 530؟ هلا طبعا completed and transferred 500 والعشرة هذه هاي 10,000. إذا قديش started and completed؟ 490. إذا هاي ال 490 جزء من ال 530. إذا ال 530 معطي احنا بالسؤال ال ending period 40، معناته بتضيف ال 40 لل 490 بصير 530 started. أوكي؟ at the beginning of the process. هذه يعني نتيجة 530 calculations. طبعا 530 زائد 40 زائد 10 بيطلع 540، 540 تساوي 45، منين جت هاي 500؟ ترانسفير محطوطة هون و40 جيفن بالسؤال 540. وعرفنا ال 490 كيف طلعت، ال 500 مطروح منها 10 البيجنينج اكتملت بتصير 490 ستارتد اند كومبليتد. هاي لعبة الأرقام بدك تتدرب عليها. إذا بنقول معناته احنا ال 490 ستارتد اند كومبليتد أخذت 100%، وال 40,000 هذه ماخذة هيها البيجنينج دايركت ماتيريال تو بي ابلايد ات ذا بيجنينج. السهم هذا معناته ات ذا بيجنينج هي 40,000 100% معناته اجمعهن بيطلع ال 530,000 يونتس كومبليتد اند اي يو بي، يعني بمعنى اي يو بي ايكوفلنت يونتس اوف ماتيريال اوف وهذا للدايركت ماتيريال اوف برودكشن، ايكوفلنت يونتس اوف برودكشن للدايركت ماتيريال. طيب خليها هاي عجل. الآن بنقول cost that would have been charged to work in a process for material. طبعا السؤال هون على الماتيريال. To work in process for material would have been 1,250,000 اللي هي 250,000 في 5. وين هيها؟ اشترينا 260، استخدمنا 250 used. إذا 250 في 5 هيها. Cost that would have been charged to work in a process for material would have been 1,250,000 جاي من 250 في 5 1,250,000. هذه هي التكاليف اللي اتحملت على الانتاج. وهون عندي 530 اي يو بي، بروح اقسم ال 1,250,000 جاي من 250 يوزد في 5 هيا these pounds in production used، يعني هم اللي راحوا على الانتاج انتجوا لي 530,000 حبه اي يو بي. بقسم 1,250,000 على 530,000 بصير عندنا دايركت ماتيريال كوست بير يونت ذات شود بي يوزد تو فاليو اندينج ورك ان بروسيس انفنتوري از. اذا هاي مشان نطلع قديش بس التكلفه. اذا 2.36 اذا بدك تروح تقيم ال 40,000 او ال 500,000 او وات ايفر. اذا الجواب 2.36 معناته الجواب ايه. اوكي سؤال 55 الجواب ايه، هذه ايه. سؤال 56 costs are accumulated by responsibility center for control purpose when using job order costing ولا process costing. طبعا يجب ان تجمع التكاليف، كل واحد يكون مسؤول، مسؤول عن الدايركت ماتيريال، مسؤول عن الدايركت ليبر، ومسؤول عن الاوفر هيد، لانه اذا في ما في مسؤوليه وما في محاسبه ما في رقابه على التكاليف. اذا سواء بنشتغل جاب اوردر ولا بروسيس كوستنج الجهتين مطلوبات. اذا
على الطريقتين جوب اوردر ولا بروسيس كوستنج؟ يس ويس الجواب. ثنتين بدنا نعمل اكوموليشن ونقول يا عم انت مسؤول عن هذه التكاليف، بدك تتابعها وتراقبها وكذا وكذا، وحتى انه لانه بدون رقابه على التكاليف بصير في عندنا يمكن مشاكل كثيره، الاسراف في 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 في, في الصرف، اثمان المشتريات، نوعيه الكواليتي الى اخره، الرقابه والكنترول على المخازن، تنسرق الماتيريال وطيبر. اوكي، مش بس الماتيريال، الكوست ار اكوميوليتد، حتى الليبر في دايركت ليبر وفي فاريبل اوفر هيد، كله بده يتراقب عشان نطلع باقل التكاليف من اجل ان نبيع باقل الاسعار ونخترق الاسواق ونقضي او ننافس على اقل بجار. الجواب اي و اي 56، هذه ايه اللي هي اي و اي. سؤال 57، the completion of goods is recorded as a decrease in work in process control when using job order costing ولا process costing؟ على الجهتين نفس الجواب، لانه بالجوب اوردر كوستنج لاحظ لما بتكلف بنكمل المنتج البضاعه وين بتروح؟ على الفينش جودز. الفينش جود شو بنقول لها؟ ديبت فينش جود كوست اوف جود مانيفاكتشر وكريدت كوست اوف جود مانيفاكتشر للورك ان بروسيس. اذا ديكريزز ان ورك ان بروسيس هيها كريدت معناته، لاحظ هيها ديبت للفينش جود بتصير هذه بتزيد، وكريدت ورك ان بروسيس طبعا هذا كان بيزيد هلا بصير ينقص كريدت، اذا ديكريز للورك ان بروسيس، لانه هذا يعتبر بيجنينج اصل من الاصول. لما بدك تحط ورك ان بروسيس ات ذا اند اوف ذا بيريد تحطه بالبالانس شيت، في عندك ماتيريال، في عندك ورك ان بروسيس، في عندك فينش جود، ثلاث اصناف من المواد او الانتاج، والمواد الخام كمان هي اصل. اذا لاحظ هاي الدايركت ليبر، هاي الماتيريال يوز تحملت على الورك ان بروسيس مانيفاكتشرنج، كنا نعطيها ب ب ب ب بشابتر 6 بالبارت الاول بالنظري، ارجع قبل 6 اشهر او 8 اشهر. وهي عندنا الابلايد، وهي عندنا اليوزد، هي 1 2 3 زاد، بعدين حولنا المنتج الى الفينش جود نقص، بيبقى الاندنج انفنتوري وهذا بزيد، بعدين بصير كوست اوف جود سولد بغض النظر الطلب على انه الورك ان بروسيس شو بصير فيه؟ ديكريز. اذا الجاب اوردر كوستنج والبروسيس كوستنج الثنتين بيمشي الحال بالطريقه نفسها. اذا يس ويس. The cost of flow among accounts in process costing is similar to the job order costing. نفس الطريقة. ما بدناش ندخل بالتفاصيل، بنفس الطريقة يتم التعامل مع الجوب اوردر كوستنج والبروسيس كوستنج. أكثر تفاصيل بنشوش على الشباب. إذا الجواب عندنا بي إلى 57. هذه بي. سؤال 58، a company or a company uses a process costing system to record inventory cost، تكاليف المخازن. Data at the end of the month are as follows. Work in process، هي work in process باليونتس 100، direct material 100% complete، conversion 80%. طبعا فينش جود انفنتوري 900، هاي الفينش جود انفنتوري 900، والوركينج بروسيس 100. هون بقول ات ذا اند، معناته الوركينج بروسيس ات ذا اند، هيو ال 100 هاي لا ات ذا اند، و 900 معناته عندي 1000 تو اكونت فور او اكونتد فور، وهاي تو اكونت فور نفس الرقم لازم يطلع. تمام. طيب هذا عندي هون 100 من ال 1000 او 100 زائد 900، زائد 900 هاي، لانه هاي 900 كومبليت، منين بدها تيجي؟ من 900، 900 جاي من ال 1000، مش معطينا بيجنينج، معناته نو بيجنينج بالسؤال. ذا كمباني يوز ويتد افريج، هاي الويتد افريج تو كومبيوت ذا كوست، اتس توتال كوست فور ذا مانث بي ار 10,000 دولار. Total cost for the month are $10,000. Okay. For the direct material and $19,600 for conversion. Material 10 والconversion 19,600.
What is the total conversion cost per equivalent unit? Total conversion. طبعا ال EUP for conversion is started and completed 900 100%. وهنا 100 في 80% بيطلع 80. 900 زائد 80 980 EUP for conversion. طبعا هون ما في beginning. طبعا هاي مطابقة أرقام إجباري، مش قلنا هلا في 900 transferred. هيا finish good inventory 900 والending 100، معناته عندنا قديش؟ الجواب 1000. طب ال 900 هاي شو مجموعها؟ beginning زائد started. هنا ما في نص بالبيجنينج، معناته البيجنينج ما في، معناته زيرو. اذا معناته ستارتد 1000، كومبليتد 900، اندينج 100، ومن 100 جابريتنا مجبورين نتعامل مع ال 100. اذا ما في عندنا بيجنينج، وبناء على هذا الكلام نحسب. اذا ما في نص للبيجنينج ندخله بالمعادله، بصير 980 اي يو بي. قديش تكاليفكم يا جماعه الكونفرجن؟ 19600. Conversion cost 19600 على 980 بيطلع عندنا 20. Conversion cost per EUP تساوي 20 دولار. هي قسم 19600 على 980. هي بيطلع عندنا 20. الجواب بي. اوكي. الجواب بي. سؤال 59. The cutting department is the first stage of mark company production cycle. دورة إنتاج لمارك كمباني. بيعملوا cutting. The working process for this department was 80% complete to conversion cost. هاي working process كان 80% complete to conversion. Conversion cost in the cutting department for the month just ended were as follows. التكاليف beginning 25000، هيها 25000 عندنا يونتس. قديش تكاليفهم؟ 22000. نسبة الإنجاز 80% كما هي معطية بالسؤال. بعدين شو بقول؟ unit started and cost incurred during the month. إذا started and cost incurred 135، والكوست انكارد ديورينج ذا مانث 143. مش كاتب هنا لا ماتيريال ولا كونفرجن. يونت كومبليتد اند ترانسفير تو نيكست ديبارتمنت 100، هذا هي 100. اذا هاي الارقام 25 وهذا معطي 135 بيطلع 160. ال 160 تو اكونت فور، هاي اكونتد فور 160. طيب عندنا 100، هي معطيه بالسؤال 100، معناته هون قديش؟ At the end of the period 60. اجباري. وهيها 50% ما اعطاك اياها، حط من لك اياها لغز مشان تطلع مطابقه ارقام. اذا using FIFO، هاي الفايفو. What was the conversion cost of ending work in process in cutting department؟ Conversion cost of ending work in process. بالاول بدنا نطلع الكونفرجن كوست بشكل عام لكل الوحدات. بنروح بنقول ال 25000 البيجنينج في مش 80 لانه على الفايفو، الباقي 20، هي 20 من الكتاب بيطلع 5000، تعادل 25 على بنشتغل 20% خلال هذا الشهر، تعادل 5000 مكتملات. ستارتد اند كومبليتد 75000 من هنا 135، هي 75. طبعا 25 اجباري لازم تطلع 100، اذا هون 75 جاي من هون. اجمع الرقم هذا 75 زائد 60 بيطلع 135، مطابقه ارقام. ستارتد اند كومبليتد 75000 في 100% تحصيل حاصل 75000، والاندنج ورك ان بروسيس 60% في 50%، 60000 سوري ب 50% بيطلع 30000. اجمعهم بيطلع عندنا الاي يو بي للايش؟ للورك للكونفرجن كوست 110000. شو بنعمل؟ total conversion cost for the period is given as 143000.
total conversion cost for the period is given 143 هي وهذه بالفايف محسوبه اذا بنقسمها على 110 EUP for conversion of the period is given as هيها مش given is calculated as هي 110 ما في عندك 110 غير من هون اذا مش given is بلس خلص is طيب اذا بنقسم 143 على 110 بيطلع 1.3 تكلفه الحبه بنيجي على 60000 في 50% هاي 60000 في 50% في 31 بيطلع 39000 سو كونفرجن كوست اوف اندينج وركينج بروسيس يساوي 39000 بندور عليها بنلاقيها سي هاي. لا تنسى ذلك ماتيريال ات ذا بيجنينج اوكي ما ادري مكتوبه هون ولا انا استنتجتها من عندي اوكي ما دام مكتوبه نسبه واحده وما ذكرت هون نصا معناته at the beginning of the process يعني مرات الواحد بده يكون يعني سريع ونشيط وكذا مرات ما بيجيش على باله مرات يدقق كثير لكن ما دونت وري ما دام مذكوره نسبه واحده ولم يذكر كما ذكر بالسؤال السابق او الاسئله السابقه انه الدايركت ماتيريال ويل كونفيرجن بنفس النسبه. اذا هنا معناته الدايركت ماتيريال تضاف ات ذا بيجنينج، اصلا السؤال مش على الدايركت ماتيريال، السؤال على الكونفيرجن. اذا الجواب عندنا 39000 الجواب سي لسؤال 59 هذه سي هذه سي هاي سي. اوكي؟ سؤال 60 وهو اخر سؤال اني بروسيس كوست سيستم The application of factory overheat usually is recorded as an increase in. هاي عند الدارك ماتيريال جايبها انا من الماده المشروحه قبل 8 اشهر. ما ادري المده قديش. بالبارت الاول بالسي ام اي بال 2020 باليونت 6 بالبروسيس كوستنج شارحها. اذا لاحظ هون هيها الدارك ماتيريال تحمل اليوزد على الوركينج بروسيس واحد تحت المانيفاكتشرنج اي ان جي. والدايركت ليبر تحمل هيها اثنين مانيفاكتشرنج والاوفر هيد ابلايد ابلايد شايفه اذا انكريز تو وات الوركينج بروسيس هاي كوست اوف جود سولد اذا في وركينج بروسيس هاي اذا وركينج بروسيس هاي الابلايد انكريز وركينج بروسيس ما في غير بي بدك تعود تكون عارف معادله الحسابات هذه إذا هيها بي هذا شايف وين جاي هون هي زادت هذا إذا زادت هذا يزداد في الجانب المدين وينقص في الجانب الدائم إذا الجواب بي أوكي هذه بي 60 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته